كاميرا الشاهد اصطادت وزير التجارة وكان له تصريح بخصوص أسعار البنزين وقال زيادة أسعار البنزين لم تؤثر على السلع الأساسية ولا نية لرفع الدعم عن مواد التموين. معالي الوزير، هناك نقطة ثانية ومهمة، كثير من المستغلين أو التجار المستغلين ارفعوا أسعار السلع اللي كانت تنباع بدينار صارت تنباع بدينار ونص، والسلع اللي كان وحتى هناك مطاعم مشهورة رفعت أسعارها، الكل رفع سعره. لازم يكون دور لوزارة التجارة لمراقبة الأسعار، أتمنى ذلك. أعطوني تقرير. خطة الوزارة حقيقة نفذت ابتداء من بداية أغسطس، من وقت ما مجلس الوزراء قرر زيادة أسعار البنزين. الأخوة في الوزارة مباشرة بدأوا بتنفيذ خطة تعتمد على تكثيف الرقابة وعلى رصد الأسعار في الأسواق وعلى المراهنة على وعي المستهلك والتعاون معهم على خط 135. والله الحمد خلال الشهر ونص اللي فاتوا هذه الخطة أثبتت نجاحها. السلع الأساسية كلها كما هي، الأسعار لم تتأثر بزيادة البنزين كما راهن على ذلك كثيرين، وإحنا قلنا في أكثر مناسبة أن زيادة أسعار البنزين لن تؤثر على السلع الأساسية. يبقى أن إحنا خلال الفترة القادمة سنستكمل حملتنا الإعلانية الداعية لتفعيل وعي المستهلك في مواجهة مثل هذه الظواهر. والواقع على الأرض، على أرض الواقع، هناك كثير من المحلات والجمعيات رفعت أسعارها، ويجب أن يكون للتجارة رقابة صارمة ومخالفة من رفع أسعاره بمزاجه. تقرير الجاي